ننتقل وياكم متابعينا الكرام إلى مرحلة الخطر. عندنا معلومات صادمة جدا كانت سبب في تأخير هذه الحلقة. نبدأها مع علي الجعيدي ونشوف المتسابق وش يقول. ألو علي الجعيدي، جاه مس في مراحل من مراحل عمره. تعليقك علي. جاهش، هل أصبت بالمس في مرحلة من مراحل عمره؟ ما أخفيك أن الكل معرض للمس، ما حد يدري عن نفسه، لكن في ناس تطلع عليهم آثار، في ناس لا. كيف تعاملت معه؟ خاويت. كيف خوته؟ تكلمنا عنه، كيف بدأت المرحلة؟ تكلمنا عنه. ما تعتبر مرحلة، أوضح لك أكثر، ما يعتبر مس. أنا ممكن أني فهمت النقطة اللي أنت بيها، لكن هذا ما يعتبر مس. إنه ولله الحمد يعني حافظ على أذكاري وديني وأموري. لو مس كان أثر علي أثر سلبي، لكن هذه ميزة، ممكنها ميزة أو شيء تعلمته من الحياة. وش هو الشيء اللي في بالك؟ وأنا قلت لك يا عمر من قبل، إذا أنت عرفت عني شيء قله، لكن أنا أتكلم عن نفسي مستحيل. أنت مخاوي جن. كيف خوتهم يا علي؟ ما خاوت عشان أعرف خوتهم. يساعدونك أنك تضحك؟ مستحيل، العالم هذاك أصلاً ما يوديك للضحك، بالعكس. ليش رفضت أنهم يعني يعالجونك من هالمسألة؟ كيف؟ ليش رفضت أنك يعني تتعامل مع هذه المسألة؟ ليش حبيت الخوة اللي صارت معك؟ الخوة اللي قلت لك ما هي بخوة جن، خوة نفسي. نفسك هذه متى خويتها؟ خويتها بعد ما رجعت لعقلي، بعد ما تركت القلب والتجيت للعقل. شيء ممتع ولا مخيف قوة النفس؟ مقنع. لا ممتع ولا مخيف، مقنع. رحت للرقاة؟ الكل راح ولله الحمد، ما فينا إلا العافية. استخدمت العلاجات؟ استخدمت والحمد لله، ما في أي أثر سلبي علي، سليم ولله الحمد. لأن طاقتك في الضحك ترى يعني، طاقتك في المسامحة، طاقتك في إخفاء حزنك، ما هي بطاقة بشرية، مستحيل تكون طاقة بشرية. اللي حبيت من يوم حبيت خوة نفسك وانت صاير تضحك كثير. هذه هي راحة النفس. تقول ان احد المواقف اللي صارت معك من يوم خويت نفسك؟ عمر، عادي اصرح؟ عادي. جاي بيني وبينك تحدي انك تجيب عني اي معلومة. قلت لك أسبوع، جيتني قلت ما لقيت شيء، وأدري أنك ما راح تلقى شيء، عشان كذا إذا أنت ما قدرت تجيب أنا ما قدرت أتكلم. أنا جبت، جاوب. عطني اللي عندك. بكل صراحة؟ بكل صراحة. وتكون صريح؟ والله لك صريح. أنت معك جنية؟ مستحيل، وأنا حلفت لك أن أكون صريح. ليش تعالجت؟ يوم تعالجت طلعت؟
ما فيني شيء عشان أتعالج منه. أنت قبل شوي تقول تعالج. أنا يوم تعالجت التجيت يقول الله سبحانه والرقية الشرعية سواء فيك شيء أو ما فيك شيء الكل يلتجي لها، يعني إن انفعتك ولا ما ضرتك. قد بكتك؟ مستحيل. حتى الرقية؟ موقفك اللي صارت في الرقية عندنا وين فيه؟ علي يا أخي كن صريح، ليش تلف بالدور؟ خايف من نظرة الناس؟ شوف كل شيء ألتجي له في الحياة إلا أني ألف ودور. لا تعتبر أن عشان حلقة اليوم قامت الأعاصير تهب علينا من كل جهة، ترى ما فيني شيء. سليم سليم سليم. تتوقع لها دخل نفسك؟ لا ما أدري. الله يستر من نفسك، النور بدأ يتكسر والهواء بدأ يقوى والحلقة تأخرت. وصلنا نفسك بالله تهدى علينا شوي علي. هادية ولا فيها أحلى من هاليوم. متأكد؟ أكيد. الله يعافيك ويشفيك إن شاء الله يا علي. للجميع دعاء طيب للجميع. وأتمنى من المتابعين الكرام أنهم يعني يدعون العلي الجعيدي وكلنا ندعي في هالساعة المباركة أن الله يكشف ما فيه من غم وهم ويشرح صدره ويسر أمره ويجعل هالابتسامة دائمة على وجهه. ننتقل وياك إلى ثامر بن مدعث ومعلومه.